محمد عمرية، أحييكم من قناة القاهرة تي في، أهلا بكم. أطالب بحصانة لرجال الدين وللمدرسين وللأطباء والتمريض. ليه رجال الدين والمدرسين والأطباء والتمريض ما يبقاش عندهم حصانة زي القاضي وزي نائب البرلمان وزي رئيس الجمهورية وزي الوزير وزي أي حصانة سياسية؟ أنا من وجهة نظري إن رجل الدين والمدرس والطبيب والممرض دول لا يقل أهمية عن المسؤول السياسي، بل بالعكس هما بيبذلوا مجهود ربما يكون أكتر من المسؤول السياسي، لأن دول يعني مثلا لو خدنا المدرس بيبذل مجهود كبير جدا وممكن يكون بدون اي امكانيات، ممكن يكون بيبذل مجهود في مدرسة شبه منهارة وبرضه بيبذل مجهود عشان يعلم الطلبة، وممكن طبيب يكون بيبذل مجهود في مريض وهو عارف ان المريض ده لن يتم شفاؤه ولكن بيبذل مجهود جبار املا في شفاء المريض، والتمريض نفس الطريقة، ورجال الدين نفس القصة. رجل الدين بيبذل مجهود جبار عشان يعرف الأجيال الجديدة أصول دينهم، يعرفهم الحلال والحرام، يعرفهم إن التطرف عبارة عن كذا وكذا وكذا، وإن الوسطية عبارة عن كذا وكذا وكذا. يبقى الناس دي أولى إن هم يبقى ليهم حصانة عشان ما نلاقيش حد بيتريق مثلا على رجل دين. يعني بنشوف على السوشيال ميديا شباب صغير بيتريقوا على رجل دين عشان قال تصريح معين، مع ان التصريح انا احيانا بتابع التصريح اللي رجل الدين قاله والناس بتتريق عليه، بل ايه تصريح يعني اقرب للواقع. هكذا المدرس، يعني زي ما قلنا المدرس بيبذل مجهود جبار جدا ويجي يضرب طالب مثلا، احنا قلنا الضرب مرفوض ولكن يجوز له انه يضرب بقطعه من الحزام، حته جلده صغيره كده يضرب بها للتعليم وللتذكره فقط. فلما يجي يضرب طالب بالطريقه دي او تلميذ، يروح يقول لاهله، يجي ابو الولد او امه يجوا يهينوا المدرس داخل المدرسه او خارجها، يبقى المدرس ده محتاج حصانة. الأطباء أيضا، الأطباء والتمريض بيبقوا في المستشفى غرفة العمليات مثلا ممنوع يدخلها حد من أهل المريض، أهل المريض ما يعرفوش الكلام ده، بيبقوا عايزين يقتحموا غرفة العمليات. لما التمريض يقول لهم ده ممنوع أو الأطباء يقولوا لهم ده ممنوع، يبقى في الحالة دي بيعتبروا التمريض والأطباء ارتكبوا جرم في حق المريض، ويبدأوا يهينوا التمريض ويبدأوا يهينوا الأطباء. يبقى لازم حد لده، لازم يبقى في حصانة للفئات دي عشان نقدر نطلع جيل كويس، ونقدر نعالج الناس صح، ونقدر نطلع صورة للدين الصحيح. زي ما قلنا وهنقول تاني، مثلا لازم نرجع هيبة رجل الدين. ليه؟ لأن رجل الدين بيطلع أجيال، بيعلم. راجل بيطلع على المنبر يقول لك ده حرام، ده غلط، ده ما يصحش، والله بر الوالدين. يعني الحاجات دي يا جماعة هي السبب اللي بتطلع أجيال كويسة. يعني أنا أتذكر وأنا في سن مثلا 7 سنوات او حاجه، كنت في كتاب في البلد عندنا في القليوبيه عند الشيخ عبد الزيني الله يرحمه. فصديق ليا او زميلي في الكتاب خد مني القلم، وبعد شويه انا سهيته ورحت ناتش القلم بتاعي. فالشيخ شاف الواقعه دي فقال لي نتشت منه القلم ليه؟ قلت له ده قلمي. راح سأل الولد التاني قال له هو قلمك ولا قلمه؟ قال له لا ده قلمه هو. قال لي ما يصحش تنتش القلم بالطريقة دي،
وراح قايل للولد التاني وانت حرام تاخد حاجة مش بتاعتك. يعني عرفنا الحرام وعرفنا ان اللي ما يصحش في جزء من الثانية، ما يصحش تاخد حاجة حتى لو بتاعتك بالعنف، وما يصح وحرام انك تاخد حاجة مش بتاعتك. الحاجات دي مهمة جدا في الصغر، بتطلع العيل لما يكبر يبقى عارف ان ما لا يجوز له انه ياخد حاجة مش بتاعته، لا يجوز له انه يعتدي على اعراض الناس او يجيب سيرة الناس بالغيب والنميمة او يسيء لحد او يكره بلده او يكره حد. الحاجات دي كلها بنتعلمها من الدين، ولازم نرجع للمدرسين هيبتهم، لان المدرس عمره ما يشتغل ويدي التعليم اللي عنده والتربية، لان المدرس بيقعد مع الطالب جزء كبير ابوه ما بيقعدش معاه فيهم. العيل بيروح المدرسة بيقعد نص اليوم في المدرسة ونص اليوم في الدروس، طول النهار مع مدرسين، يا دوب بيجي بيكون ابوه رجع من الشغل نام. فالمدرس بيقوم بدورين، بدور مدرس ودور اب، بيعلم وبيربي. فانت ازاي تخليه يعلم ويربي وهو تحت ضغط نفسي، خايف يكشف عيل او يزعق العيل يجي ابوه وامه يضربوه او يجي ابوه وامه يشتموه، بيبقى خايف من كده. يبقى كده لو احنا استمرنا بالطريقه دي يبقى كل مدرس هيقول وانا مالي عنهم ما اتعلموا، واعمل لنفسي مشاكل ليه، واروح القسم ليه، وتعمل لي محاضر ليه. فيبقى لازم تدي المدرس حصانه كي يطمئن نفسيا، ومن هنا الاهالي والناس يعرفوا ان المدرس معاه حصانه، محدش يقدر يكلمه، محدش يقدر يروح يقل ادبه، اللي يقل ادبه يحاسب. ومن هنا تبدا هيبه المدرس، من هنا يبدا عطاء المدرس، من هنا تبدا تحصد جيل جديد ممتاز بيفهم كويس، فاهم اللي درسه واللي اتعلمه، واتعلم تعليم بهدوء. ولازم برضو تاني لازم نرجع هيبة الطبيب والتمريض واحترامهم. كل واحد تاني زي ما قلنا، كل واحد بيروح المستشفى لو له علاج مثلا هيصرفه والعلاج اتأخر من الوزارة، يعني مثلا الأدوية ما جاتش، في أي حاجة، كله بيمسك في التمريض وبيمسك في الأطباء. ده عيب وما يصحش إنه يحصل في بلدنا. لو عايزين البلد بجد تبقى كويسة، اهتموا بالتلات حاجات دول وراعوهم كويس قوي، هتلاقوا البلد بقت كويسة جدا.